لو حد مثبتك بمسدس في الظهر من ورا بالشكل ده، خليك معاه عشان نعرف نتخلص منها ازاي. اول حاجة بتعملها ان انت بتلف او بتاخد دوران في نفس الوقت، ايدك الاتنين بيطلعوا مع بعض بيثبتوا ايده عشان ما يعرفش يتحرك بالمسدس. تاخد دوران بالشكل ده في نفس الوقت، ايدك الاتنين بيثبتوا ايده كده عشان ما يعرفش ياخد المسدس ناحيتك تاني. انت بتثبت ايده في الاتجاه ده مع حركة الرجل، بعد كده بتاخد الدوران ده وبتسحبه للأرض وتنزل بيه، سواء كان مثبتك في الدماغ أو في الظهر، الاتنين بنفس الطريقة. أول حاجة بتحرك في نفس التوقيت اللي إيدي بتطلع فيه بتثبت إيدي اللي ماسكة المسدس فيه. خلي بالك من حركة الرجل أهو، تسحبه كده وبتنزل بالأرض. تاخد دوران رجلك مع نفس التوقيت اللي انت بتطلع تثبت ايده فيه الايد اللي ماسكه المسدس، يعني بتاخد الدوران وتاخد دوران بجسمك في نفس الوقت، ايدك الاتنين بيطلعوا بيثبتوا ايده بالشكل ده من غير ما تبص، وبتاخد دوران كامل كده بالشكل ده وبتسحبه وتنزل بالارض، هينزل معاك الارض، وتاخد المسدس وانت بتغير الاتجاه بتاعه. أهم حاجة تغير اتجاه المسدس وأنت بتعود. أنا باخد دوران أهو في نفس التوقيت، إيدي الاتنين بيطلعوا بيثبتوا إيده عشان ما يحاولش إن هو يحرك المسدس أو يحاول ياخده بإيده التانية. أنا ثبت المسدس هنا في إيده أهو، ما يعرفش ياخده بإيده التانية وما يعرفش يحرك إيه، ما يعرفش يحرك اتجاه المسدس. الإيد الشمال بتمسك المنطقة دي، والإيد اليمين بتمسك القبضة بتاعته من هنا، وبتلف وبتاخد الدوران ده كده وبتسحبه في الأرض وبتسحب المسدس عليك تاني وأنت بتغير الاتجاه بتاعه.